مرحبا أعزائي متابعي قناة بدين بعين العربية. شرح اليوم على الآيفون وتحديدا عن مشكلة موجودة في بعض الحسابات أو في بعض الأجهزة، إنه you receive a message please update your application to see it update application. أنت تيجي تدخل راح تظهر لك إنه في مشكلة في هذا التطبيق فيحتاج لتحديث. هنا تحديث المشكلة راح تكون بهذا الشكل: You receive a message, please update your application to see it, update application. فأنت ما راح تقدر تعمل التحديث. قبل ما أبدأ أشرح لكم الحل، الرجاء من كل شخص يدخل على هذا الفيديو ما مشترك، الرجاء الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. في البداية حتى نحل هذه المشكلة، طبعا عدة أسباب راح تكون إما من التطبيق أو من الهاتف نفسه. فالآن راح نحلها. أول شيء راح نروح على الإعدادات. بعد ما ندخل على الإعدادات راح تكون عدة خيارات، راح ننزل إلى عام وننزل على تحديث البرنامج، نتأكد الآيفون مالتنا آخر تحديث. بعدها راح ننزل على مساحة التخزين، هذه هي المساحة الكلية 128، المستخدم 100. الفرق بيناتهم لازم يكون بين 20 و 30 جيجا، لكن صدقوا أني 20 و 30 أني هسه من عبر 100 يبدي الآيفون يصير بيه حرارة والتطبيقات ما تشتغل بصورة صحيحة، فلازم أقللها. اللي عمله أفرغ هذه المحذوفة مؤخرا وأنزل إلى الأسفل أشوف التطبيق اللي أعلى شيء عندي التيك توك أحذفه أو أرجعه حتى تزيد المساحة اللي عندي. مثلا كان التطبيق اللي دي توصلني به هذه المشكلة، لنفرض أنه كان عندي السناب شات، فاللي أعمله أنه أحذف السناب وأرجع. بعد ما حذفت التطبيق ورجعته، السناب التيك توك أي تطبيق راح توصلني به هذه المشكلة، اللي أعمله أنه أحذفه أو أرجع بعد ما أتأكد عندي مساحة كاملة والتطبيق محدد. بعد ما حملت التطبيقات من الأبل ستور أدخل على التطبيقات فعالة وأشاهد المشكلة، إن شاء الله تكون اتحلت. وأروح على الإعدادات راح تشاهدون انه العام، وادخل على مساحة التخزين كانت المساحة تقريبا 100 والان 95. نصيحة لكل واحد عنده مشكلة في التطبيقات ما تتحدث، يقلل المساحة الى اقل شيء وان شاء الله تتحدث. نقطة اخيرة حبيت اقولها، لو فرضنا الان ما اشتغلت عندك الطريقة اللي تعملها، راح تنزل تحذف التطبيق مرة ثانية و تدخل على هذا الفيديو اللي راح تركب بصندوق الوصف، هذا هو عبارة عن إعادة ضبط المصنع. إن شاء الله إذا موجود أي خلل راح حلك إياه وبدون ما ينحذف أي شيء عندك، فقط الباسورد مال الشريحة والباسورد مال شبكة الواي فاي. أتمنى فدتكم بهذه المعلومات. طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. تحيات لكم ومع ألف سلامة.